صباح الخير يا مدام رشيده. لا يا فندم، احنا صحينا وكله تمام، واجرت لهم عربيه، ويا دوبك مسافه السكه نبقى عندكم ان شاء الله. ماشي يا فندم، اطمني. ماشي يا فندم، مع الف سلامه. يلا بنات يلا. شريف، ممكن تأجل موضوع 8 مليون دلوقتي؟ لا لا، ما تجننيش انت كمان يا شريف. أجل الموضوع لغاية لما بابا ما يخف. أجل ايه يا بنتي؟ إذا كان المحامي راح يجيب البت من اسكندرية، وأول ما تيجي هتاخد الفلوس. مش ممكن البت دي ما يلاقوهاش أصلا ونخلص من موضوع الزفت ده؟ والله أنا إيش ضمني بقى؟ إيه اللي بوقفكم كده؟ ليه سايبين أبوكم لوحده؟ سايبيني يريح شوية. أنا بقى عندي الخبر اللي هيريحه جدا. خير يا ماما؟ متر باسم اتصل بيا وقال إنه خلاص قدر يوصل لبنت عمكم. مبروك. ايوه حامد بيه. لا يا فندم اطمن، احنا في السكه اهو، نبيله معايا في العربيه ان شاء الله، ساعتين بكتير ممكن عندك في المستشفى. ماشي يا فندم، هتكلم سيادتك. سريعا. ايوه يا عم. ايوه انا نبيل. انا كمان نفسي اشوف حضرتك قوي. لو عايز اي حاجه قولي للمحامي اللي معاك ده باسم، قولي له اللي انت عايزاه يجيبهولك. انا مستنيكي. انا جاي لحضرتك في السكه يعني. ما تتاخروش عليا. طب يا حبيبتي بالسلامه بالسلامه. اقفلي. حاضر. ارتحت خلاص؟ ممكن اعرف بقى ما قلتيش لعمك ليه ان انا جايه معاكي؟ انت بتستعدي مني يا نبيله؟ يا بنت هون عرفت اقول حاجه خالص؟ ده انا قلبي حتى كان بيدق جامد قوي. طب ولما يشوفني دلوقتي يطبع عليه زي القدر مستعجل. يا بنتي ما تخافيش، ده هيديني 8 مليون جنيه، مش هيعرف يلاقي لك حته تقعدي معايا فيها. تسكتي شويه عشان اعرف انام لي ساعه. ليه يا اخويا، وانت ما عرفتش تنام امبارح ولا ايه؟ انام فين بقى في وسط البراغيث اللي بتربيهم الحاج عفاف بتاعتكم دي؟ معلش يا اخويا، دول ونس، انت بس اللي مش واخد عليه. استاذن حضرتك تنضم على الورقه دي، اجراءات بس عشان خاطر المكتب. بس هحط لك كل حاجه اول ما نوصل ان شاء الله بالسلامه، سيبني انام بقى شويه. حاضر يا فندم. خليتهم عملوا لك الجيل اللي انت بتحبه. تفتكر نبيلة هتيجي على هنا ولا هتروح على الفيلا على طول؟ لا، نبيلة طلبت من الاستاذ باسل انها تجي لك على هنا على طول، وقالت له كمان انها كانت ناويه تدور عليك بنفسها. كويس ان انا دورت عليها الأبلة، والا كانت تفتكر ان انا هروان. طبعا انت هتعملي لها اوضه لوحدها. طبعا، امال ايه؟ انت عارف اوضه الضيوف انا نسفتها تماما، رميت كل اللي فيها، اشتريت لها عفش جديد، واي حاجه هي تطلبها بعد كده هنزل معاها واشتريها لها. بس خلي الولاد يعملوها كويس. الله يخليك. صح عليك يا حامد، مهما كان دي بنت عمها. ما اعرفش، انا حاسس ان هم مش مبسوطين من بقيتها. يعني انت عارف بنتك نهله، يعني مش برويه ولكن مش عشريه قوي. لا، هو الخوف من الواد شريف اناني، يفضل يحفر وراها جايه لنا ليه وعايزه من ابويا ايه. مالكش دعوه بشريف، سيبه عليا انا. المهم ما حدش يضايقها. حدش هيضايقها ابدا. بقول لك ايه، اطلع انت من الموضوع ده، دول شباب زي بعض، اكيد هيتفهموا واكيد هيحبوا بعض. ربنا يستر.
نهار اسود، ده انا عملت سكور عالي قوي في الضغط، انا حطمت كل الارقام القياسيه. انا عارف لسه هيتي في المكان المليل ده، وده مين ده الاخر؟ اخيرا افتكرتيني. الو يا ماما، ابوس ايدك شوفي لك اي حل، انا مش قادر استحمل القعده في المكان هنا. واتمرمط ليه بس؟ يا سلام، واشمعنى انا دون دفعتي كلها للتكليف يجي في المكان هنا؟ عندك وائل صاحبي تكليفه جاله في الجيزه، دينا راحت القاهره، ده امنيه الحوله مامتها جابت واسطه ولغت لها التكليف اصلا. ما انت بقالك 3 ايام بتقولي هتتصرفي ما بتعمليش حاجه. ابوس ايدك هموت. الحق يا دكتور، في حادثه كبيره قوي حصلت والمصابين كلهم جم عندنا. حادثه ايه ومصابين ايه وانا مالي يعني؟ وانت مالك ازاي؟ النهارده الجمعه ومفيش غيرك في الطوارئ. منوره منوره يا بركه، سمعتي؟ الحادثه كلها جت على دماغ ابنك. سيبك من ماما دلوقتي وخليك في المصيبه اللي احنا فيها. امري الله، اتفضلي قدامي عشان تقولي لي اعمل ايه. انا برضه اللي هقول لك تعمل ايه يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت النهارده احسن بكتير. الحمد لله. جايز كمان عشان مثل اخوه زمانها جايه له في السكه. عموما انا قاعد في المستشفى ساعتين كمان، لو عوزت اي حاجه خليهم ينادوني. كتر خيرك، تسلم رجليك. ميرسي يا دكتور. ما تعملي لهم تليفون شوفيهم وصلوا لحد فين. حاضر يا حامد، حاضر. ايه ما بيردوش؟ الخط مقفول. مقفول؟ يقفله ازاي بس وانا هو عارف ان انا مستنيه؟ يا حبيبي اهدى اهدى، جايز في منطقه في الطريق يعني ما فيهاش ارسال. انا هجيب العقرب سليم ان شاء الله. اهدى يا حبيبي، كلها نص ساعه بالظبط وهتلاقيهم داخلين عليك. يلا. الله الله اكبر، ازاي القمر يا عنايات؟ هي بس ما بتتكلمش تلاقيها مغمى عليها من الخضه. خضه؟ ايه عنايات؟ ما هي زي الفل اهي، وبعدين انا مش شايف فيها اي اصابات. بس ايديها ورمه شويه. تصدقي؟ ربنا يستر ما يكونش قطع في الوتر. جايز يكون في شرخ. انت لسه هتقول جايز؟ ما انا ما اقدرش اعمل لها اي اشعه قبل نص ساعه. انا اتصلت بدكتور العظام، صحته من النوم وجاي في السكه، يلا بينا نشوف بقيه المصابين. يا استني، بقيه؟ هو لسه في بقيه؟ يا دكتور دي اول حاله تشوفها، لسه في حوالي 12 حاله مرميه بره. انت بتقولي رقم في وشي عادي كده يا علاءات؟ انا ما كنتش عايز اخش طب اصلا. الله يسامحك بقى يا ماما، جري قدامي هو شكله اسود من اوله. انت من بتوع الحادثه؟ ايوه. فايق ولا مغمى عليك؟ قصدي يعني كويس ولا حاسس بحاجه؟ انا مش فاهم، مش فاهم سوينا الميكروباصات دول ايه؟ اتعبوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا ماما، الحاله عندي زفت. تعالي شوفي بنفسك. ابوس ايدك، ابوس ايدك، كلمي انكل ماهر ينقلني من هنا. ان شاء الله يوديني مستشفى المجانين، على الاقل هتبقى ارحم من اللي انا فيه هنا. دكتور الحقني، في حاله خطيره قوي وعندها نزيف. طب واحنا بنعمل ايه في حالات النزيف؟ نعم قصدي اللي دخلها العنايه المركزه. تعالي ورايا.